اهي تاني، رجعنا تاني، رجعنا تاني الفور اوم والتو اوم. الكرنت اللي ماشي في الفور اوم، الكرنت اللي ماشي في الفور اوم قال لي دبل الكرنت اللي ماشي في التو اوم. يعني لو هنا اي هنا يبقى هاف اي. ناس بس قاموا قصدوا شويه ما يرجعوا. يا مريم ارجعي يا مؤمن. لا مؤمن قاعد. الناس اللي قاموا عايز اكمل. الفور اوم ماشي في اي، التو اوم بس الون الماوس، الون بس الماوس. بالمناسبه الشاشه عندي بتبقى غير الشاشه عندكم، يعني عندنا حاجات ثانيه كده كتير فوق بستعملها. انت عندك بتبقى فاضيه، انا عندي بيبقى عامل زي كده تابلو العربيه، تابلو الطياره مليان حاجات تخليني بعض الوقت ما ابقاش عارف اوصل لحاجه انا عايزها هيكون انا عايزها. ما علينا هكمل. الفور اوم الكرنت اللي ماشي في الفور اوم دبل الكرنت اللي ماشي في التو اوم، الكرنت اللي ماشي في الفور اوم دبل الكرنت اللي ماشي في التو اوم. قول لي دول ممكن يكونوا متوصلين ازاي؟ قلنا المسائل دي لازم ابحلق، لازم ابحلق وابص. يلفت نظري، يلفت نظري في المساله ان 2 بلس 6 ده 8. يلفت نظري ان 2 بلس 6 ده 8. 2 بلس 6 ده 8. يعني ممكن ارسمها كده، ممكن ارسمها كده كمان مره. الكرنت اللي ماشي في الفور اوم دبل الكرنت اللي ماشي في التو اوم. يعني لو هنا اي يبقى هنا هاف اي. يقول لي ارسم المساله، ارسم الريزلت متوصله ازاي؟ لازم ابحلق وادقق في الارقام. يلفت نظري ان 2 بلس 6 2 بلس 6 ده 8. 2 بلس 6 ده 8. يعني لو رسمت كده 2 اوم و 6 اوم يبقى البرانش ده 8 اوم. وال 8 اوم الثانيه اهي. وال 4 اوم اهي. مش كده الكلام طايق؟ لو جاي هنا هيتوزع في البرانش ده والبرانش ده. 2 6 8 وتحت 8. يبقى الكلام طايق هيتقسم نصين، هاف اي فوق وهاف اي تحت. طب ما انا كده حققت اللي هو عايزه. ان الكرنت اللي ماشي في التو اوم هاف اي واللي ماشي في الفور اوم اي. يعني الكرنت اللي ماشي في الفور اوم دبل الكرنت اللي ماشي في التو اوم. خلاص رسمت الرسمه، رسمتها باني دققت ان 2 بلس 6 2 بلس 6 يعني 8. 2 بلس 6 يعني 8. يبقى احط ال 2 وال 6 مع بعض في برانش واحد، وال 8 برانش ثاني، وال 4 اهي. يبقى الكرنت اي وهو جاي هيتقسم لهاف اي وهاف اي. ليه الكرنت اتقسم بالتساوي؟ عشان دي 8 اوم ودي 8 اوم. يبقى اللي هو عايزه يتحقق ان الكرنت اللي ماشي في ال 4 اوم اي، الكرنت اللي ماشي في ال 2 اوم هاف اي. يبقى حققت له اللي هو عايزه، اترسمت خلاص. يقول لي احسب الار توتال، احسب الار توتال. ال 2 وال 6 دول سيريز يبقوا 8 مع ال 8 دول بارلل. 8 و 8 بارلل يبقى التوتال 4. ال 4 سيريز مع ال 4 دول هشيلهم واحط بدلهم 4، هتبقى ال 4 سيريز مع ال 4. يبقى ال توتال 4 بلس 4 يبقى 8 اوم. خلصت خالص. يبقى المساله دي جبتها لما بحلقت ولاحظت ان 2 اوم و 6 اوم ده 8 اوم. يعني لو خدت 2 و 6 مع بعض هيبقى البرانش ده 8 اوم واللي تحت 8 اوم. يبقى البرانش فوق زي البرانش تحت. يبقى لما احط الفور اوم بره ويخش فيها كرنت اي، الاي هيتقسم لهاف اي وهاف اي. يبقى ال 2 اوم ماشي فيها هاف اي والفور اوم ماشي فيها اي. يبقى حققت اللي هو عايزه في راس المساله ان الكرنت اللي ماشي في ريزيستنس 4 اوم از دبل الكرنت انتنسي في ريزيستنس 2 اوم. بص لها كويس. بنكمل مسألة جت 2014 عملت مشكلة كبيرة جدا وقتها. السبب ان المسألة ديك الراجل حطها وحط لها موديل انسر واحد، فالطلبة في الامتحان هما بيحلوا في ناس عملوها بطريقة أخرى للحل.
غير الراجل اللي حاط الامتحان كان عامل. طب عادي، ايه المشكله؟ المشكله ان الحلين بيطلعوا الانسرز مختلفه. يعني هنا بيقول لك احسب الفي بي، تحسبه بطريقه الراجل اللي حاط الامتحان يطلع رقم. في طريقه ثانيه للحل صحيحه برضو، بس للاسف بتطلع الفي بي رقم ثاني. الار توتال مع الراجل اللي حاط الامتحان بيطلع رقم، الار توتال بالطريقه الثانيه بتطلع رقم ثاني. حلين الاثنين صحاح، الاثنين سلام، ولكن الارقام مختلفه، ودي عمرها ما حصلت في التاريخ ان مساله يبقى ليها حلين، ليها حلين يطلعوا رقمين مختلفين. طبعا بعد يوم او يومين من التصحيح بدا ان في طلبه عاملين المساله صح بس بطريقه مختلفه عن الموديل، بس هي صح. فاللي بيسعوا يشتكوا يا جماعه ما الطريقه دي صح برضه، بس بتطلع ارقام مختلفه. عرضوها على المستشار اللي حط الامتحان قال لهم اكسبتد، خلاص اوكي، اللي يحل بالطريقه دي صح واللي يحل بالطريقه دي صح. بس بعد ما عدى يومين مثلا كانت مصر اتقلبت والاعلام اتقلب والصحافه اتقلب، ان ازاي مساله الراجل يحطها تطلع تتعمل بطريقتين والطريقتين يطلعوا تو انسر مختلف. الحاله تتحل ب 20 طريقه بس الانسر يطلع فيها واحد، لا دي طلع فيها الانسر مختلف. فعملت الضجه، بس في النهايه الموديل اتصلح وبقى المساله ليها اثنين موديل يطلعوا حلين مختلفين بعد ما عدى يوم او يومين من التصحيح. هنشوف المساله بتقول ايه. يقول لي عندنا اربعه ريزيستنس 6 اوم وار 2 و15 اوم وار 4 ماشي فيهم كارنت بالترتيب. دي اخر مساله هنعملها، بس هنعملها بالطريقتين، يعني هنعملها بالطريقتين 6 اوم ار 2 15 اوم ار 4 ماشي فيهم كارنت 0.3 امبير 0.3 امبير 0.4 امبير 0.2 امبير. ننزل تحت احسن 6 اوم وار 2 و15 اوم وار 4 ماشي فيهم كارنت ريسبكتيفلي بالترتيب ريسبكتيفلي 0.3 امبير 0.3 امبير 0.4 امبير 0.2 امبير. بدل ما اقعد اقرا من فوق ادينا عملناها تحت، نزلناها تحت خلاص. ال 6 اوم ماشي فيها 0.3، الار 2 ماشي فيها 0.3، ال 15 ماشي 0.4، الار 4 ماشي 0.2. بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل. يقول لي يا ابني يا شاطر دول متوصلين ازاي؟ دول متوصلين ازاي؟ دول متوصلين ازاي؟ زي ما اتفقنا ان المساله دي لها طريقتين للحل، لها طريقتين للحل والطريقتين بيطلعوا التو انسر مختلف. هنشوف. يلفت نظري ان ال 6 اوم انا تاني انا طلعت الجبن ما عملتش اي حاجه لسه. ما عملتش اي حاجه، ال 6 اوم ماشي فيها 0.3 امبير. ال ار 2 مجهوله ماشي فيها 0.3 امبير. ال 15 اوم ماشي فيها 0.4. الار 4 ماشي فيها 0.2. يقول لي يلا قول لي دول متوصلين ازاي واحسب الانون، يعني احسب ار2 بكام وار4 بكام والفي بي بكام والفي بي بكام. هقعد ابحلق، ما احنا قلنا مش هنقرا بقى، هقعد ابحلق، هقعد كده بحلق. يلفت نظري ان ال 6 اوم والار2 ماشي فيهم نفس الكرنت، ال 6 اوم والار2 ماشي فيهم نفس الكرنت، ماشي فيهم نفس الكرنت. يبقى ال 6 والار 2 دول سيريز، يبقى ال 6 والار 2 دول سيريز. طب ال 15 اوم والار 4 ماشي فيهم كرنت مختلف، ما دام الكرنت مختلف فيهم يبقوا مش سيريز مع دول، مش سيريز معاهم، يبقوا بارلل معاهم. كمان مره يلفت نظري لما اقعد ابحلق ان ال 6 اوم والار 2 ماشي فيهم نفس الكرنت، ما دام ماشي فيهم نفس الكرنت يبقوا سيريز. طب ال 15 اوم والار 4 ماشي فيهم كرنت مختلف، ما دام كرنت مختلف يبقى مش سيريز معاهم، مش سيريز معاهم يبقوا بارلل معاهم. يعني الوضع بتاعها هيبقى كده اهو، الوضع هيبقى كده اهو. ال 6 اوم والار 2 ماشي فيهم نفس الكرنت، يبقى ال 6 اوم والار 2 ماشي فيهم نفس الكرنت 0.3 امبير، يبقى دول سيريز مع بعض. طب ال 15 والار 4، ال 15 والار 4 الكرنت مختلف، الكرنت مختلف يبقوا مش سيريز، مش سيريز يبقوا بارلل معاهم اهو، يبقوا بارلل معاهم اهو. يبقى ادي ال 15 اوم اللي ماشي فيها 0.4 امبير، وادي الار 4 اللي ماشي فيها 0.2 امبير. بقى هي دي الرسمه المقترحه اهي، ال 6 اوم والار 2 ماشي فيهم نفس الكرنت يبقوا سيريز مع بعض، ال 15 اوم والار 4 ماشي فيهم كرنت مختلف،
مادام كرنت مختلف يبقوا مش سيريز مع دول، مش سيريز معاهم يعني بارلل معاهم. بقى دي الرسمه الاولى المقترحه بهذا الشكل. خلاص بقى على الرسمه دي عايز اجيب الارطول المجهوله والارفور المجهوله والاي المجهول والفي بي المجهول. يلا شوف هنعمل ايه. خلاص البرانش ده والبرانش ده والبرانش ده بارلل، ما دام بارلل يبقى في 1 ادي في 2 ادي في 3. الثلاثة برانش دول بارلل يبقى في 1 ادي في 2 ادي في 3 بارلل. الفي 1 دول سيريز يعني الار بتاعتهم 6 بلس ار 2، 6 بلس ار 2 دول سيريز، يبقى الار بتاعتهم 6 بلس ار 2، 6 بلس ار 2. الفي هنا في 1 هيبقى الاي في الار دي، الاي في بوينت 3 والار هنا 6 بلس ار 2، 6 بلس ار 2، 6 بلس ار 2. كمان مره دول بارلل الثلاثه برانش بارلل يبقى في 1 ادي في 2 ادي في 3. الفي 1 الاي في الار بوينت 3 الريزلت فوق افتح براكت 6 بلس ار 2 هيساوي في 2 البوتنشال ده الاي في الار بوينت 4 في 15، الاي في الار بوينت 4 في 15، بوينت 4 في 15 هيساوي البوتنشال ده اي في الار بوينت 2 ار 4، بوينت 2 ار 4. الثلاثه برانش بارلل يبقى في 1 اد في 2 اد في 3 فوق اي بوينت 3. ريزيستنس البرانش اللي فوق دول سيريز 6 بلس ار 2 ايكوال في 2 الاي في الار بوينت 4 في 15 ايكوال الاي في الار بوينت 2 في ار 4. فيزيكس خلصت. خش ماس بقى، خش كمل ماس. بوينت 3 في 6 1.8 بلس بوينت 3 ار 2 بوينت 4 في 15 بي 6 بوينت 2 ار 4 ده في ايكوال ايكوال. هاخد الحته دي مع بعضها لوحدهم، هاخد دي لوحدهم كده. هقول 1.8 بلس 0.3 ار 2 ايكوال 6. هات ال 1.8 والناحيه دي لوحدهم. 0.2 ار 4 ايكوال 6. يعني كاني قسمتها اثنين عشان في ايكوال وايكوال. خدت دول كده بالرياضه لوحدهم. وخدت دول كده بالرياضه لوحدهم. 6 ايكوال 0.2 ار 4. من هنا قدرنا نحسب الار 2 والار 4. ان هنا ال 1.8 جبتها هنا 6 ماينس 1.8 يعني 4.2 ده ايكوال 0.3 ار 2 يعني الار 2 4.2 اوفر 0.3 يعني الار 2 ب 14 اوم. هنا 6 ايكوال 0.2 ار 4 يعني الار 4 6 اوفر 0.2. تحسب الار 4 من هنا 6 اوفر 0.2 يطلع 30 اوم. خلاص جبنا ار 2 وجبنا ار 4 على اساس اللي انا قلت ان في 1 اد في 2 اد في 3 عشان الثلاثه برانش بارلل. الثلاثه برانش بارلل بقى في 1 اد في 2 اد في 3. الفي 1.3 في ريزيستنس برانش الاولاني 6 بلس ار 2. الفي 2 الاي في الار بوينت 4 في 15. الفي 3 الاي في الار بوينت 2 في ار 4. خلص ماس. خد دول كده لوحدهم مع بعض عشان في ايكوال، وخد دول لوحدهم كده مع بعض عشان في ايكوال. هات ار 2 وار 4. جبنا ار 2 ار 4 طلعت ار 2 ب 30، ار 2 ب 14 وار 4 ب 30. ينفع اجيب الار توتال دلوقتي؟ ينفع اجيب الار توتال. خلاص بقى ركز معايا، ركز كده معايا. الار 2 طلعت ب 14 14 يبقى البرانش ده 6 بلس 14 ده 20 اوم، ده 20 اوم وده 15 اوم ودي طلعت 30 اوم. يبقى دي 30 اوم 15 اوم 20 اوم. ينفع اجيب الار توتال؟ اقول 1 على ار توتال ايكوال 1 على 20 بلس 1 على 15 بلس 1 على 30 وسالب اجيب الار توتال. الار توتال طلعت ب 14 6 ب 14 يبقى هنا 20 وهنا 15 وار 4 طلعت ب 30 يبقى 30 15 20. ينفع اجيب الار توتال؟ 1 على ار توتال ايكوال 1 على 20 بلس 1 على 15 بلس 1 على 30 وسالب ابقى جبت الار توتال. خلاص حسبنا الار توتال، طلعت الار توتال 6.66 اوم. ينفع اجيب الاي توتال؟ ينفع اجيب الاي توتال؟ بص كده
ما هو الاي اتقسم اهو لاي 1 واي 2 واي 3. الاي اتقسم لاي 1 واي 2 واي 3، يعني الاي توتال ايكوال 0.2 بلس 0.4 بلس 0.3. الاي توتال ايكوال 0.2 بلس 0.4 بلس 0.3، يبقى الاي توتال 0.2 بلس 0.4 بلس 0.3 يبقى 0.9. اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 يبقى الاي توتال 0.9. الاي توتال جبناه خلاص، اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 0.9. اخر خطوه عدد في بي، الاي ايكوال في بي على ار توتال بلس ار سمول. الاي ايكوال في بي على ار توتال بلس ار سمول، الاي توتال ب 0.9 الفي بي عايزه، والار توتال حسبناه 6.66 والار سمول ب 1. كروس مالتيبليكيشن جبنا الفي بي طلع 6.9 فولت. ده الحل الاولاني، ده اللي كان حاطه الراجل مع الموديل وما جاش في باله الحل الثاني اللي هنعمله دلوقتي، اللي هيطلع الار توتال برقم والفي بي برقم ثاني. الار توتال برقم والفي بي رقم ثاني والاي برقم ثاني مختلف عن الارقام دي. يبقى المساله ليها حلين صح، بس بيطلعوا فاليوز مختلفه، ودي عمرها ما حصلت في تاريخ التعليم. حصلت للاسف سنه 2014 واكتشفوا الموضوع ده بعد يومين تصحيح، ورجعوا تاني صححوا الورق اللي اتصحح وبقى الحلين اكسبتد. دي طريقه دينا عملناها اهو، وعمل الطريقه الثانيه واختم بيها الحصه. بس عايزكم بقى تبصوا كده كويس، والمسائل دي يا جماعه لازم ابحلق، لازم ابحلق، لازم اقعد وابحلق. الاحظ ان البوينت 3 والبوينت 3 زي بعض، يبقى دول كده سيريز. الكرنت هنا مختلف، يبقى دول مش سيريز معاهم، مش سيريز يبقوا بارلل معاهم. بص كده قبل ما اخش في الطريقه الثانيه اللي هتحل المساله وتبقى صح برضو بس بارقام مختلفه. الطريقه الثانيه، انا كتبت الارقام تاني عشان ما ارجعش. في عيال لاحظوا، في طلبه لاحظوا، ما احنا بنقعد نقول لكم بحلقوا في الارقام، بحلق في الارقام، شوف ريليشن بين الارقام وبعضها. في طلبه لاحظوا ان 0.3 و0.3 يعني 0.6، 0.4 و0.2 يعني 0.6. ما احنا بنقول بحلق في الارقام، فطلبه بحلقوا لو ان 0.3 بلس 0.3 يعني 0.6، و 0.4 بلس 0.2 يعني 0.6. قال لك طب ما انا ممكن تبقى الرسمه كده، ان في كرنت 0.6 هنا اتقسم ل 0.3 و0.3 وبعدين اتلم تاني واتجمع 0.6 وبعدين اتقسم ل 0.4 و0.2 وبعدين اتجمع تاني 0.6 ورجع للباتري. ما الكرنت زي ما بيخرج بيرجع تاني. في طلبه يتخيلوها كده تاني، قال لك 0.3 بلس 0.3 يعني 0.6، 0.4 بلس 0.2 يعني 0.6. طب انا ممكن اقول ان الكرنت اللي جاي لي التوتال 0.6 وتوزع 0.3 و0.3 وبعدين اتلموا تاني 0.6 وبعدين اتوزع 0.4 و0.2 وبعدين اتلموا ورجع تاني 0.6 للباتري. يلا بقى نشوف، ثواني يا مريم تعالى بقى نشوف. ال 6 اوم ماشي فيها 0.3، الار 2 ماشي فيها 0.3، ال 15 ماشي فيها ار 4 هرد عليك حالا، وال 0.2 ماشي فيها ماشيه في الار 4 وال 0.2 ماشيه في الار 4. عايز اجيب ار 2 وار 4. بص كده الاثنين ريزيستنس دول بارلل، اما يبقى عندك الاثنين ريزيستنس بارلل امتى الكرنت فيهم يتساوى؟ اثنين ريزيستنس بارلل امتى الكرنت فيهم يتساوى؟ الكرنت يتساوى لما تتساوى ريزيستنس. يبقى من هنا اقدر اقول ان الار 2 ايكوال 6 اوم، الار 2 ايكوال 6 اوم. حاضر هرد عليك، الار 2 ايكوال 6 اوم، وبعد كده 6 بوينت الار 2 ايكوال 6 اوم. يبقى عرفت الار 2، بعدين الكرنت اتجمع تاني 0.6 وتقسم 0.4 و0.2. الريزيستنس دي والريزيستنس دي بارلل، ما دام بارلل يبقى البوتنشال هنا قد البوتنشال هنا، يعني الاي في الار 3 ايكوال البوينت 2 في الار 4. الاي في الار 3
ايكوال بوينت 2 في الار 4. يلا نشوف هنتعمل ازاي وبعدين نرد على مريم زميلتنا. كمان مره الريزيستنت الكرنت هنا قد الكرنت هنا. امتى الكرنت في البارل يتساوى؟ لما تتساوى الريزيستنس. يبقى دي 1 اوم دي 6 اوم تبقى دي 6 اوم زيها. يبقى خلاص عرفت ان الار 2 ب 6 مع ان الار 2 في الحل الاولاني كانت ب 14. بعد كده البوينت 6 تتقسم بوينت 4 وبوينت 2. بقى البرانش ده والبرانش ده بارلل. يبقى البوتنشال هنا قد البوتنشال هنا. ال 15 اوم بارلل للار 4. ال 15 اوم بارلل للار 4. يبقى الفي هنا قد الفي هنا. يبقى الاي في الار ايكوال الاي في الار. يبقى بوينت 4 في 15. بوينت 4 في 15 ايكوال بوينت 2 ار 4. بوينت 2 في ار 4. من هنا جبت الار 4. طلعت الار 4 بسيرتي. وفي الحال الاولاني كانت بسيرتي برضه. بس الار 2 هنا اختلف عن الحال الاولاني. هنا الار 2 ب 6 في الحال الاولاني كان ب 14. خلاص جبنا الار 4، جبنا الار 4. عايز اجيب الار توتال. ال 6 وال 6 بارلل. يبقى التوتال بتاع الاثنين دول 3 اوم، 6 و6 بارلل يبقوا 3. ال 15 وال 30. ال 15 وال 30. ال 15 وال 30 بارلل. البرودكت على الصم. البرودكت على الصم بتاعهم هيبقى 10. يبقى دول 6 و6 بارلل 3. 15 و10، 15 و 30 بارلل يبقوا 10. يبقى 3 و 30 و 10 يبقى 30 اوم. ال 6 وال 6 بارلل يبقى التوتال بتاعهم 6 على 2 يعني 3. ال 15 وال 30 بارلل برودكت على صم يبقى الار توتال ب 30. خلاص جبنا الار توتال. باقي بقى تكراري الاي هنا الاي توتال. الاي توتال هنا 0.6. الاي توتال هنا 0.6. كان عايزنا نجيب له الفي بي. الاي ايكوال في بي على الار توتال بلس ار سمول. الاي 0.6 الفي بي عايزها. الار توتال طلعت 13. طلعت الار توتال ب 13 والار سمول ب 1. احسب الفي يطلع هنا 8.4. في الطلب اللي فات في الحل الثاني كان 6.6 تقريبا رقم مختلف. يبقى المساله الار توتال فيها طلعت مختلفه والفي بي طلعت مختلفه والاي مختلفه. حلين بيطلعوا انسر مختلف والتو انسر صح. ايوه يا مريم بقى. مريم مريم كنت عايزه حاجه؟ لا خلاص فهمت السؤال. واضحه كده اكيد؟ بس كنت عايزه ايه حتى لو عرفتيها نعرف كنت عايزه ايه؟ كنت هقول اللي انا هوصل اللي هو اللي هي الار اللي هي ب 6 مع الار 2 اللي هم الاثنين ماشي فيهم 0.3 يبقوا بارد والاثنين التانيين بارد. يعني هل ده جه في بالك قبل الاولاني؟ لا هما الحلين كويسين بس انا كنت هعمل حاجه غلط كده. كنت هخلي ال 6 والار سيريز والاثنين التانيين بارلل. معلش يا مريم ما فيش ار. قولي ار 2 ولا ار 1 ولا ار 3. سميلي الار ار 1 وار 2. كنت هتعملهم ايه؟ كنت هخليهم سيريز. طب استنى احنا عندنا سيريز في الحل الاولاني. اصبري اصبري. ايوه انا عاملينه في الحل الاولاني سيريز اهم. ايوه ما انا كنت هقول بقى ايه اعملهم سيريس في الحاله الثانيه والاثنين الثانيين برايم. بعدين قلت لا هرد عليك. هتبقى غلط ليه؟ هرد عليك هرد عليك كويس برضو ان انت سالتي. هما دلوقتي الاثنين دول ماشيين كرنت كام يا مريم؟ 0.3. لو عملت بقى لو عملته لو انا بقى جيت على الحل الثاني فاهم انا هقول ايه ولا مش واخد بالك؟ ما انا خدت بالي. لو قلنا هنا 0.3 هي ال 0.3 هتتوزع ل 0.4 و 0.2. ده ايه العز ده؟ هي البوينت 3 هتتوزع لبوينت 4 و 0.2 يبقى ما كانش هينفع. صح كده ولا ايه؟ ايوه. والحلين طلعهم صح بس بيطلعوا ارقام مختلفه ودي عمرها ما حصلت في التاريخ ان يعني مساله يبقى ليها حلين صح والارقام مختلفه والحلين اكسبتد اخر السنه بس بعد يومين تصحيح. بس مفاجات بتحصل. مفاجات زي في امتحان الرياضه السنه دي الماس في فرعين. الراجل يحط مساله ويحط الاجابات لتشوز وبعد ما يحط لتشوز خلاص في المساله اوكي يروح مغير في ارقام المساله وينسى يغير في الارقام اللي في لتشوز فيبقى المساله لما تحلها تطلع ارقام صح بس مش موجوده في لتشوز مش موجوده في لتشوز. الكلام ده حصل في فرعين في الماس بتاع ثالثه ثانوي. مفاجآت بتحصل في الامتحانات كل سنه. تمام هنقف عند المساله دي النهارده. وحاضر يا مريم هجهز السؤال نمره 11 في الواجب صح؟ مريم
ايوه هتجهزها حالا دلوقتي وارجع لك تاني عزومه نشوف على الـ على الـ على الـ على الـ على الـ على الكمبيوتر فيها ايه مشكله بالظبط. لو حد كان عنده اي سؤال انا موجود، اللي عنده سؤال يسال، انا كده خلصت. هبعت لكم الفيديو بعد الحصه برده كده على العصر كده ولا حاجه مع الواجب الجديد. بس معلش اخرت شويه فيديو المعاصر لانه كان 3 ساعات على بال ما اترفع وتحمل وبتاع، خد وقت كبير، عشان كده كنت متخيل انا هرفعه في نفس الليله، بس ما لحقتش ارفعه في نفس الليله لان كان الوقت التحميل بتاعه كان كبير شويه. بس كده اشكركم، ربع ساعه مريم وارجع لك تاني، يعني ربع ساعه وهفتح الزوم تاني. بس كده لو حد عنده سؤال انا موجود. خلاص اقفل ماشي.